ليلة غير عادية عاشها العالم بأسره سهرة الثلاثاء بعد الهزيمة المذهلة للمنتخب البرازيلي على يد نظيره الألماني. ردود أفعال كثيرة سجلت عقب نهاية المواجهة، إذ علق نجوم عالميون حاليون وسابقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المواجهة والنتيجة الثقيلة التي فاز بها المانشافت على منتخب البلد المنظم البرازيل. الكثيرون شمتوا في منتخب السامبا على رأسهم الجوهر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي نشر صورة له في تويتر مشيرا إلى السباعية التاريخية. النجم الألماني السابق ميكايل بالاك نشر صورة هو الآخر مشيرا بيده إلى تسجيل منتخب بلاده 7 أهداف كاملة وبدا سعيدا للغاية، وكان مرفوقا فيها بكوزاوا وأوكامبوس، في حين علق الدولي الفرنسي مافوبا قائلا أن منتخب الدياكا كان بإمكانه المرور إلى المباراة النهائية لو حقق الفوز على نظيره الألماني في لقاء ربع النهائي. في حين عبر كل من لوكاكو لاعب المنتخب البلجيكي وكذلك لاعب موناكو راداميل فالكاو عن دهشتهم الكبيرة من ذلك الإقصاء التاريخي للمنتخب البرازيلي.